دعني نعيد الأحداث إلى الوراء لعام 2018. لقد قامت القوات الروسية بنشر 8 نقاط، أي أن زيادة النقطتين، حدوث النقطتين في اليومين هذين هم ليس نقاط جديدة. هناك 8 نقاط سابقة في عام 2018 عندما أعادت القوات الروسية نشر 8 نقاط روسية، شرطة عسكرية روسية، وعادت فتح المسار لقوات حفظ السلام العالمية لوجودها في هضبة الجولان. اليوم أعادت روسيا بنشر نقطتين إضافيتين، أي أن للشرطة العسكرية الروسية 8 نقاط سابقة والآن نقطتين جديدتين. نعم، هذا يوجد العديد من الدلالات لوجود الشرطة الروسية في هذه المنطقة، في هذا الخط، خط برافو. نعم دكتور، هذا القرار جاء بعد عدة انتقادات وجهت روسيا لإسرائيل على خلفية قصف مواقع في سوريا. يعني هل من الممكن أن يكون هناك تصادم بين الجانبين، خاصة وأن قاعدة حميميم في سوريا قالت إن إنشاء الموقعين جاء بسبب الاستفزازات المتزايدة في المنطقة منزوعة السلاح؟ دعنا نتفق صديقي على عدة نقاط. أول نعم نقطة، عندما تقوم القوات الصهيونية بقصف دمشق وقصف المواقع في الداخل السوري، هناك علم للقوات الروسية بقيام القوات الإسرائيلية بقصف هذه المواقع، أي أنها تعلم من تقصف وتعلم بالتوقيت وتعلم كافة المعلومات. هذا كلنا نعلمه يعني نريد التأكيد عليه هذا اليوم. روسيا تعلم كافة التحركات. اليوم العدو الصهيوني عندما يقوم قصف القوات في داخل السوري، هو لا يقوم بقصف القوات الحكومية، هو يقوم بقصف قوات تابعة للقوات الإيرانية، لحزب الله، لقوات إيران في الداخل، لقوات داعمة للقوات الإيرانية في الداخل السوري. أي أن العدو الصهيوني لا يقصف القوات الحكومية السورية أو الجيش لا السوري. صديق دكتور، الجيش الإسرائيلي قصف بالفعل مواقع لقوات الحكومة في درعا وفي دمشق وفي حلب كذلك، وصرح سابقا بأنه تعمد قصف مواقع لقوات الحكومة. بما أن روسيا هي حليف لسوريا وهي موجودة اليوم في سوريا، موجودة اليوم في سوريا لدرء الأزمة أو للحفاظ على الاستقرار نوعا ما في سوريا، إن كان كما ذكرت بأن روسيا بالفعل لديها علم بالقصف الإسرائيلي، لما لم تحاول منع ذلك القصف على صديقة لها هي سوريا؟ هناك حالات شاذة تقوم بها روسيا، يقوم بها العدو الصهيوني بقصف القوات الحكومية عندما تتعاون أو عندما تقوم هذه القوة باستقطاب قوات إيرانية على أراضي هذه المنشآت الحكومية. أي أن العدو الصهيوني لا يقصف بشكل مباشر القوات الحكومية من دون أي سبب. هناك تواجد إيراني على هذه على أراضي هذه القوات من المطار، مطار دمشق الدولي هو مطار مدني، لكن هناك العديد من الطائرات العسكرية، لا نستطيع أن ننكرها، هناك العديد من الطائرات العسكرية الإيراني والقوات الإيرانية تهبط على أراضي هذا المطار. سنضع هذه المسألة على جنب، سندخل في المرحلة القادمة التي تحاول روسيا تجنبها. هناك تأجيج أمريكي صهيوني للحرب في الشمال الصهيوني، الشمال الإسرائيلي. نعم، روسيا تحاول عندما وضعت هذه النقطتين في هذين اليومين إرسال رسالة طمأنينة إلى القوات الصهيوني أنها تحاول يعني تشتيت القوات الإيرانية الموجودة في الأراضي السورية، أي أنها رسالة طمأنينة من الجانب الروسي، أو عربون وفاء، أو عربون مصلحة مشتركة، أن العلاقات مستمرة وأن القوات الإيرانية لن تجرؤ على اقتحام أو فعل أي عملية في مناطق الجولان أو المناطق المحتلة من الأراضي السورية. قد نرى هناك في الأيام المقبلة، والمعطيات التي نراها في هذين اليومين من تفجيرات وقصف لقوات الحشد في بغداد، من مقتل القياديين، قياديين حماس وقياديين المقاومة الفلسطينية في لبنان، أن هناك تغيير لخارطة القادة في الشرق الأوسط. فنرى هناك تغيير للرئيس السوري، قد نرى تغيير، هناك قادة في العراق، عمليات اغتيال في لبنان، هناك كل شيء وارد في هذه المنطقة. اليوم إسرائيل اتخذت قرار أنها مع أمريكا تريد تغيير خارطة الشرق الأوسط. روسيا اليوم هي جدا ضعيفة في الشرق الأوسط، هناك غباء في الاستراتيجية الروسية أصبحت واضحة بشكل علني. اليوم روسيا لا تستطيع السيطرة على كافة المؤسسات الحكومية العراقية السورية أو في كافة مواقع الشرق الأوسط. اليوم يعني روسيا تحاول فقط رفع
عتبة الخطر على أراضيها من المنطقة الأوكرانية. اليوم تم تشتيت النظرة والقوة الروسية في المنطقة الأوكرانية. روسيا لا تستطيع كبح أي جماح للقوات الأمريكية أو القوات الإسرائيلية في الشرق الأوسط. هناك العديد من المؤشرات تثبت أن قوات حزب الله، قوات السورية، قوات الإيرانية، قوات في العراق هم في يعني أضعف حالاتهم في هذه المنطقة. هناك العديد من نراهم في وسائل الإعلام يعني يتبجحون، يقولون سنفعل وسنفعل وسنفعل وسنخسر. هم أضعف مما أن يقوموا بالتصريح بهذه التصريحات. اليوم نعم يعني إسرائيل أصبحت قوة في الشرق الأوسط، دكتور ونأمل أن مصطفى يتم يعني أنا لا أش... إذن لي في 30 ثانية صديقي. تفضل. يعني اليوم نحن الشباب العربي نأمل أن يكون لدينا قادة جديدين يعني يستطيعون تحمل المسؤولية. اليوم القادة العرب هم فقط يعني مجرد قادة سوريين لا يستطيعون فعل أي شيء، هم يعني مجرد يعني آلات يتم التحكم بها. يعني محزن جدا أن يقوم عدو صهيوني بقصف دمشق والقادة العرب يصمتون، الرئيس السوري يصمت، لا نرى سوى يعني احتفاظ بحق الرد. إلى متى نعم، هذا سيبقى احتفاظ بحق الرد؟ هنا السؤال دكتور مصطفى، تحدثت عن تفاهمات بين روسيا والجانب الإسرائيلي لإبعاد الخطر الإيراني، ما دور الحكومة السورية في هذا الإجراء؟ يعني خاصة وأن هذا القرار من الممكن أن يخدم إسرائيل، إذ أنه سيبعد الفصائل الإيرانية عن الحدود الإسرائيلية، ما هو دور الحكومة السورية في كل ذلك بحكم أن كل هذه التفاهمات تجري على أراضٍ سورية؟ سأكون واقعي، لن أكون من المحللين السياسيين الذين يتشبقون ويصفون كلمات هنا وهناك. نعم. اليوم الحكومة السورية لا تملك أي قرار على أراضيها. اليوم القرار للجانب الإيراني للجانب الروسي، هناك قرار في الشرق السوري، ليس هناك قرار للجانب الكردي، القرار للأمريكان يعني، وفي الشمال للأتراك. يعني اليوم سوريا ليست بقيادة سياسية يعني محلية، هي صنع محلي صنع سوري. اليوم القرار في يد الروس والايرانيين، وارى الايرانيين يعني هم اشد قوه من الروس في القرار السياسي يعني اكثر منه في القرار العسكري. اليوم روسيا تبحث عن مصلحتها، لا تريد اي شيء سوى الميناء في ميناء طرطوس وتواجدها في البحر المتوسط. يعني اي عمليه سحب، عمليه ضرب، يعني اليوم القوات وجود هذه النقاط يعني لن تستطيع منع اسرائيل من اختراق وضرب الصواريخ على المنطقة السورية. هي قوات مراقبة فقط، يعني لا تستطيع أن تفعل أي شيء. اليوم المصلحة الروسية هي يعني أعلى من أعلى المستويات، مصلحة روسيا فوق كل مصلحة. يعني هذا هو الشعار الذي يقول به الحزب السوري القومي الاجتماعي، مصلحة سوريا فوق كل مصلحة. اليوم هذا الشعار يتم تطبيقه في روسيا، مصلحة روسيا فوق كل مصلحة. اليوم المصلحة الإسرائيلية الروسية أفضل من المصلحة العربية الروسية. نعم، كنت معي من داغستان الدكتور مصطفى خالد المحمد، الأكاديمي في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.